مرحبا بكم من جديد على قناة استثمار عرب. شكرا ل 7878 مشترك. النهاردة معانا اير دروب مهم. الاير دروب ده هيوزع 25,000 من عملة التي اتش اي ار، زائد كمان هيوزع 10 اثيريوم. تمام، بس العشر اثيريوم دول من الناس الاوائل فقط، لكن الناس اللي هتسجل بعد كده هتحصل على قطع من عملة التي اتش اي ار. تمام، طريقة التسجيل في الاير دروب هتلاقي الرابط اسفل الفيديو. هتسجل بالايميل بتاعك، الاسم بتاعك، بعد كده هنا الباسورد، بعد كده هنا بتعيد الباسورد، بعد كده هنا محفظة الماي ايثر والت. واللي معرفش ماي ايثر والت هسيب لك الشرح بتاع اسفل الفيديو. بتسجل هنا المحفظة فقط وتروح ضغط على كلمة ريجستر. لما بتيجي بتسجل بالايميل، سجله بايميل جديد، لسه جديد، يعني مثلا يكون مثلا ما فيهوش رسائل كتيرة وكده، بحيث ان انت تستقبل الرسالة بسرعة. الرسالة بتقعد كده مثلا حوالي يوم. تمام، يوم هتلاقي رسالة زي دي بالظبط، هبتضغط على كلمة كونفيرم. خلاص، بعد ما بتضغط على كلمة كونفيرم ايميلك خلاص بيتفعل، وتقدر بتشوف المهام بقى اللي انت هتعملها. يعني كل مهمة بواحد بوينت زي ما انتوا شايفين كده. البوينت ده هيتحول معاك للعملة بتاعتهم. نعتبر ان احنا مثلا هما بيقولوا من اول ناس من واحد لعشرة هيتوزع 1000 قطعة من عملة التي اتش اي ار زائد واحد اسري. تمام، من 11 اللي 100 هيديله 50 قطعة، و 0.025 من عملة الإثيريوم. دي تاني ناس. تالت ناس من 101 ل 300 هيوزع 10 تي اتش اي ار. تمام، ومن 301 ل 5000 الأخرانيين هيوزع 2 تي اتش اي ار. تمام، فمثلا احنا نعتبر الناس اللي هي مثلا دي اللي هي العشرة دول هناخد ال تي اتش اي ار. وعلى فكرة العملة دي سعرها عالي، ف يعني العشرة دول ممكن يساوي مثلا $50 او اكتر من كده. تمام، انت هتعمل هنا المهام ايه؟ هتضغط على اللينك ده هيحولك مثلا لصفحة التويتر، هتعملها فولو فقط، وبعد كده بتروح على كلمة بروفايل. تمام، تضغط على كلمة بروفايل وتديله اليوزر نيم ده. تمام، ده في اللينك الاولاني واللينك التاني اللي تحتيه. بعد كده هنا بيقول لك التليجرام، هتنضم للجروب والشانل، اربعة جروب تليجرام. تمام، ادي 1 2 3 4 فوق، ماشي. بتديله اليوزر نيم بتاعك، بتروح على التليجرام كده تعمل له فولو، بعد كده سيتنج، تلات شرط اللي فوق دول، بعد كده سيتنج، بعد كده بتديله هنا اليوزر نيم بتاعك. بعد كده بتنضم للميديم. تمام، بتروح على صفحة ميديم، بتعمل لهم فولو زي ده، بعد كده بتروح على كلمة بروفايل من هنا كده، بتديله فقط الات من اول الات هنا كده زي ما انتوا شايفين فوق هنا كده، بتاخد كوبي وبتروح حاططها له في الفورم او اللينك ده كده زي كده، بتضغط على كلمة سبمنت، وبعد كده برضو هنا بتضغط على اللينك ده وتضغط على كلمة سبمنت. بعد كده هنا بيقول لك انت حصلت على 10 قطع فوق. تمام، اير دروب سهل جدا، يعني يا ريت الناس تسارع في التسجيل فيه. قبل بس ما اقفل الفيديو، حبيت اقول لكم العملات اللي وصلت: عملة البوم، وعملة الدبليو اي ال دي. تمام، وعملة السبريك، وعملة الجي سي يو. الجي سي يو اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا في هوريكم برضو الفيديو كنت بنتكلم عليه وقلنا ان العملة دي مهمة. تمام، اهي الجي سي يو اير دروب بسعر 1500. انا لسه ما عرفتش السعر حاليا هو هيوصل لقد ايه، بس العملة دي مهمة جدا، وهي هتبدأ لما تنزل في التداول هتبقى سعرها عالي. تمام، كمان في عملة الام اي كيو دي لسه واصلة بتاريخ 17/8، النهاردة كام؟ واصلة امبارح. اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو وانا هرد عليك مباشرة. كان معكم استثمار عارف، شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر وشرح اخر ان شاء الله.